فاهمين طريقة المسابقة عشان أشرحها لكم، ركزوا معنا في طريقة المسابقة بنات. يلا إحنا عندنا إنسان حيوان ونبات جماد وجماد. إنسان نبات جماد أوكي. همس روح يسار. ميرال يمين. ما تعرفينها؟ طيب احنا ما نقدر. ها كل واحد يجهز له يلا صيحه. هم يقولونكم الحين من اللي يقول احنا ما نقدر، ومن اللي يقول احنا ما نقدر، من اللي يقول احنا ما نقدر، من اللي يقول احنا ما نقدر. يا سلام عليكم. هم يقولون من اللي يقول احنا ما نقدر. طيب انتم ايش تقولون يا بنات؟ ايش تقولون؟ ايش تقولون انتم؟ نستغفر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طيب اذا قلت قل والله احد 10 مرات. طيب اجلسي معنا. طريقه المسابقه قلنا انسان نبات جماد، بس احنا عندنا ثلاث الاشياء هذه، انسان نبات جماد. راح اقول لكم او بلاد. يلا انسان نبات جماد بلاد. راح اقول لكم الحرف الاول، اللي يرفع يده ما عنده اجابه راح يطلع برا على طول. اوكي يعني مثلا قلت انا اول حرف من بنوتات ايش؟ حرف الباء. حرف الباء من بنوتات صح؟ حرف الباء انا مثلا قلت ابغى نبات بحرف الباء. ها؟ باء. زي كذا تخصم منك نقطة خلاص؟ انا اعرف. اوكي لا، اللي يرفع يده ما عنده اجابة ايش تسوي؟ بطاطا. حلو. اوكي؟ يا سلام. لا ما ابغى كذا انا. راح اخذ اول واحدة جابت الاجابة. افهموا مسابقة يا بنات. جاهزين؟ انتم بتحدون مع مين؟ من تشجعون فريق؟ يمين؟ وانتم بثلاثة يسار. يلا. لا انا. يلا روحوا يسار، خليكم يسار انتم. يلا. يلا ركزوا معانا. بنات احنا اللي بنفوز، لا تخافوا. طيب يلا. أول مجموعة تكون لي بحرف. ها خلاص عادي عادي. عادي أهم شيء. طيب أول مجموعة من تتوقعون يفوز انتم؟ هنا ولا هنا؟ هنا. فريق يمين ولا اليسار؟ طيب بس واحدة اللي هنا. طيب ركزوا يلا الحين نبدأ المسابقة. إذا تكلمتي ولا أخذتي المسابقة راح يخصم عليك نقطة يا رند. طيب ركزوا معنا يلا. أول مجموعة تكون لي أو تجيب لي كلمة أو بحرف. إحنا عندنا إنسان نبات بلاد جماد. إنسان نبات بلاد جماد زين. طيب الحرف اللي إحنا وياكم راح نقوله، بما ان احنا اليوم في قناه بدايه وبنوتات وبدايه حرف واحد، يعني باء يبدا باء. الباء هو حرف من اول حرف من بنوتات واول حرف من ايش؟ من بدايه صح؟ طيب اول مجموعه تكون لي او تقول لي الكلمه يا هي انسان نبات جماد بلاد. اول مجموعه تكون لي بحرف، ركزوا معانا شوي، حرف الباء. حرف الباء بلاد. لا لا لسه ما قلت انا. اي واحد ترفع يدها وما عندها اجابه راح تخصم عليها نقطه. روحي يلا تفضلي. ايش حيوان جماد ايش؟ انسان نبات بلاد جماد. زين؟ اول مجموعه تكون لي يلا حرف الباء قلنا، شوف عشان اعطيكم مهله. حرف الباء، لا ترفعين يدك وما عندك اجابه، لا ترفعين يدك وما عندك اجابه، الكاميرات قاعد تشوفك. اللي ترفع يدها بالله يعطني على طول اشاره ها؟ طيب اول مجموعه تكون لي او اول مجموعه تجيب لي بحرف الباء، احنا وياكم نبغى بحرف الباء. ها حرف الباء جماد بحرف الباء. باب 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 باب. لحظه شوي. لا باب باب. ها طيب لحظه لحظه شوي. ها بطيخه. طيب احنا قلنا اي واحد يرفع يدها وما عندها اجابه. شوفي بنات إذا رفعت يدك ما تتكلمين، لين أعطيك مجال. رند لما ترفعين يدك وما عندك إجابة وتاخذين إجابة من غيرك لا. خلاص؟ يلا. فهمت طريقة المسابقة؟ يلا. نخلي عنا وياكم بنوتات، الحرف الثاني من بنوتات إيش؟ حرف النون صح؟ طيب حرف النون نشوف إحنا وياكم من راح يجيب الكلمة يا إنسان نبات جماد ها؟ بلاد. نشوف بحرف النون، حرف النون حرف النون نبات بحرف النون. ها اسرع قلنا يلا حرف النون. لا ترفع يدك ما عندك اجابه. صفر. ها ها نور. نور نبات. يا عمري اول مره اشوف نبات نور. ها ها
نعناع وسعيد. تحية تستاهل يلا. طيب 1-0. واحد صفر. روح فيصل، روح فيصل، روح فيصل، فيصل فيصل، روح فيصل 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 في الكنترول، في الكنترول يركب مايكات. يلا طيب يلا عندنا 1-0. 1 لفريق ها، خلنا نسوي خولة، و 0 لفريق رامة. طيب يلا ركزوا معانا. حرف الثالث من بنوتات ايش؟ حرف الواو، صح؟ طيب حرف الواو نبغى حنا وياكم اول مجموعه تكون لي الكلمه اللي انا احتاجها منها، انسان، نبات، جماد، بلاد، بحرف الواو. حرف الواو نبغى حنا وياكم بلاد بحرف الواو. ها لحظه، ها ونس، ها ونس، ونس، ها حرف الواو، ها يلا اسرع، يلا حرف الواو بلاد. يلا اعطيكم 5 دقائق، يلا 5 ثواني. 1، لا تغششون. حرف الواو بلاد، ها يلا. وكا، واشنطن، واشنطن. تستاهل تستاهل. يا سلام، يلا حلوين. 2 واشنطن. طيب 2-0. ما زال التحدي مع فريق راما وفريق خولة، نشوف من راح يفوز معانا. وهم يقولون من اللي يقول احنا ما نقدر، من اللي يقول احنا ما نقدر. السلام عليكم. يلا ها نشوف. هم قالوا استغفر الله في البداية، احنا نستغفر، وانتم قلتوا من اللي يقول احنا ما نقدر. ربنا خلقنا لغاية، لازم نرفع بإيدنا راية، راية الدين الأغا. طيب احنا عندنا 2-0. أول مجموعة تكون لي بحرف من كلمة من بنوتات. خدنا حرف الواو، صح؟ يا سلام عندك. ها حرف التاء، حرف التاء يا ترى عند مين؟ جمهور عند مين تتوقعون؟ عند فريق خولة ولا فريق رامة؟ نشوف احنا وياكم، وشاركونا على هاشتاق اليوم. بنوتات، لحظة، ختام بنوتات الموسم الثالث، شاركونا عليه اللي هو راح يكون ان شاء الله موضوع حلقتنا اليوم، واللي راح ان شاء الله راح نتكلم فيه او راح نسوي فيه المسابقة برضو اللي هي تبع هنا اوكي، اللي هي تبع اللي تبع شو اسمه، اللي هي طبعا راح تكون معنا في نهاية الحلقة. طيب استاذ اشرف يقول شوف اخرتها، يعني شو الوضع استاذ اشرف؟ ها؟ اعطيك باقة ورد؟ ها؟ لا اعطيك باقة ورد استاذ اشرف؟ ها؟ باقة ورد حبيبي؟ طيب يلا ها، لان استاذ اشرف تعبنا احنا بالكاميرا. طيب احنا عندنا 2-0، اول مجموعة بحرف التاء تجيب لي كلمة تاء، تاء، تا. جماد بحرف التاء. ها؟ 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 اسمع وشو؟ تلفزيون. تلفزيون، يا سلام عليك. مين؟ ها؟ مين؟ اسمع بالله، سمعني اقوى حبيبي، اسمع. شلون؟ مرفع يدينهم. الف مبروك لفريق راما، يعطيهم العافيه. سمعني كنترول صوت. يلا ها، طيب يلا ها، معليش نعطيهم مساحه، هم قالوا في البدايه. يلا اوكي، يلا 2-1، ما زال التحدي مع فريق خولة وفريق ميرال. نشوف فريق خولة وراما، نشوف حرف الألف. أول مجموعة تكون لي بحرف الألف، يا ترى عند مين؟ وش هذه الكلام؟ أنتم قاعدين تشوفون الحين المسابقة، تتوقعون عند مين؟ خلينا نشوف الهاشتاج، توقعاتكم في هاشتاج اليوم بنوتات أو ختام بنوتات الموسم الثالث، فريق راما ولا فريق خولة؟ ها؟ إنسان، نبات، جماد. إنسان، نبات، جماد، بلاد. يلا يلا خلينا نشوف اليوم كسرت حقتها. عيط لها. ايوه ختام بنوتات، نشوف احنا وياكم ختام بنوتات الموسم الثالث. اللي عندهم اختبارات الله يوفقكم ان شاء الله يا رب، وتكون اختبارات موفقه وباذن الله. طيب يلا ركزوا معانا. الف،
حرف الالف نشوف عند مين، خوله ولا عند راما؟ خوله تقول انا والله يعني مبسوطه مستانسه عندها نقطتين فايزه فيها، ميرال حاطيتها على قلبها وتقول ان شاء الله اني يعني نجيب النقطه ونتعادل مع فريق خوله. حرف الالف ركزوا معانا، ها حرف الالف وشو سمي؟ لما تخل انا بعدين اعوض. طيب حرف الالف اول مجموعه تكون لي بس مرحله الف، لان ما شاء الله انت فرات قاعده تسمعين قبل شوي، راح نغير حرف الالف. لا ما تسمع، راح نخليه بحرف الميم. ايش راح نغير حرف الالف؟ ايش بنو تاء ميم بحرف التاء. حرف التاء اول مجموعه تكون لي تاء نبات بحرف التاء. ها ها مين؟ لحظة قالت ايش هنا؟ تمر يزرع؟ لحظة شوي، تمر يزرع؟ كيف يزرع؟ بدري افا حقتي اكيد؟ سميني تحية قوية لهم يستاهلون تحية اقوى. اسمع كنترول اقوى نبغى هنا اقوى. ايه طيب ما يصير تمر. اثنين 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 نشوف التحدي. يلا يلا جمهور نشوف من حيفوز معانا في فريق خولة ولا فريق راما؟ نشوفها على هاشتاج برنامج ختام بنوتات الموسم الثالث. يلا اول مجموعه الحين تكون لي، ركزوا معانا اكثر. الف يلا اول حرف، انا بجيب اسمي لاني فهد. انا اول حرف بايش؟ فاء. لا ما ابغى فاء. حرف الهاء اول مجموعه تكون بحرف الهاء. بلاد، بلاد بحرف الهاء. ها مين ها؟ اسرع في الدمام هو. يلا اسرع. حرف الهاء بلاد. حايل. اوكي ممتازه. حايل مين يا ابوي؟ ها ها نشوف نشوف عند مين حرف الهاء بلاد. ها ها هافوف. لا لا والله ما في هافوف. شنو هافوفه؟ وش هافوف؟ في الدمام. هو في الدمام. لا 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 في الدمام. لا 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 في الدمام. نغير هولندا. طيب هولندا تمير. طيب حرف الدال ونشوف احنا وياكم جماد بحرف الداء. ها سلام يا سلام. تحية قوية لفريق خولة يعطيه العافية. سلام. طيب يلا بسرعة عشان الصلاة. الحين يجيبونها يفوزون. انتم تجيبونها تتعادلون. إذا جبتوها حتفوزون. إذا أنتم جبتوها حتتعادلون. هموسة خايفة. ها؟ ما أنت متوترة؟ شوك. أنا متوترة. ها؟ أنا متوترة. ها يا شوك. أكيد؟ ها؟ طيب أوكي. رند متوترة؟ قاعد تاكل الحين سلك المايك. ما ندري من يفوز معنا. ممكن ترى يفوزون هم. يعني ممكن ترى يفوزون هم. يلا كنترول، معانا كنترول سمعني. باب 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 باب. يلا أوكي. أول مجموعة تجيب لي بحرف ها سمعني. لو كانت معكم خلفية فرات. خلفية ها بس معنا فرات. حفلة لا يا فرات. خلونا خولة، باخذ اسم من خولة وباخذ اسم من راما. خولة خا ناخذ الواو ونشوف أول مجموعة تكون لي واو. بلاد، بلاد الواو. واشنطن. يا سلام يا سلام. انا قلت باخذ حرف من خاء من خوله. لا والله ما احنا كذا متعادلين. ما لغت التاء ولا لغت الخاء ولا لغت اللام. عندي كل الواء. يعني انا اشرح حرف الواء بعد تجيبها لي بعد. يلا طيب الحين متعادلين. يلا متعادلين. طيب يلا ها ركزوا معانا يا بنات. يلا شوف من يفوز معانا. جمهور شوف من يفوز معانا. ركزوا يلا. حرف راما. راما بحرف الراء اول مجموعه تكون. وشو؟ ما ما بعد قلت شيء. بحرف الميم. نبات بحرف الميم. ها موز. يا سلام. تحيه قويه. تحيه قويه. ليلى يلا ألف مبروك من جديد. لا مع خلفية.
ألف مبروك. شوية بس كنترول.